اه بس بيقولوا بعد سن الـ40 برضو مفروض يعني مثلا السكر من الحاجات اللي تختفي من حياتنا، في بعض الاكلات برضو العيش نقلل منه جدا، يعني حاجات زي كده، هل ده صح ولا غلط؟ بعد سن الـ40 كل واحد بيبقى مختلف، بنلاقي ناس عندها سكر، ناس عندها ضغط، ناس عندها مشاكل في القلب، ناس عندها مشاكل في العظام، فكل واحد بيبقى له تغذية مختلفة، كل واحد ونصيبه بقى. وفي ناس الحمد لله بتبقى محتفظة بصحتها كويسة بعد الـ40 والـ50، لأن هو مهتم بنفسه من الأول، من الصغر يعني، واخد باله من حياته في أكله وشربه وحركته وكل حاجة. بالمناسبة احنا معظم كلامنا منصب على فترة الـ40ات، طيب اللي عدى الـ50 احنا بنقول ما بعد الـ40 اللي هو بقى لحد الـ50 احنا لسه جايين في الطريق. احنا بنتكلم في كل ده، فبالتالي احنا لما نلاقي مثلا الشخص عنده سكر لازم طبعا يخف السكر خالص. حتى لو ما عندوش سكر بتهيألي السكر مش مفيد ابدا يعني على كل الاحوال. احتياجك لو هتاخدي ماكسيمم 2 معلقه، ويفضل ان اخد نسبه السكر بتاعتي في صوره نشويات مركبه زي العيش اللي فيه رده، عشان الالياف بتقلل امتصاص السكر فبتحافظ على مستويات السكر. ما انا ممكن اخد سكريات بس معاها بروتين او الياف فبتقلل لي امتصاص السكر، فمعدلات ارتفاع السكر ونزوله في الجسم ما بتبقاش سريعه، ودي من الحاجات اللي بتخلي الشخص يميل انه ياكل اكتر ويبقى ضعيف وعنده شراهه للاكل وعنده شراهه للحلويات والسكريات اكتر، لان معدلات تذبذب السكر في الدم عاليه، يعني احنا لينا بيك او كيرف بيطلع وبينزل بمعدلات ثابته، لا هو بيطلع كده وبينزل كده، فده بيخلي الشخص منه ياكل سكريات اكتر، فبالتالي هو لو خد المعلقتين السكر بتوعه لو بيشرب حاجه وبعد كده شرب الباقي الحاجات من غير سكر، لو بياكل حاجات ياكلها بصوره نشويات مركبه زي العيش البلدي اللي هو برده ده، الرز يقلل منه، ياخد مثلا من 6-10 معالق في اليوم على حسب احتياج الطاقه بتاعته، معلقه كبيره مش مغرفه، ويحاول ان هو يقلل نسبه الدهون بالظبط، وياكل معاها بروتينات عشان احنا قلنا البروتين بيقلل امتصاص الدهون هو والالياف، فبالتالي هيبقى امتصاص السكر عنده اقل. ده بالنسبه لمريض السكر، يوزع وجباته على 5 وجبات يوميه، لازم 5 وجبات يوميه، وخصوصا لو هو بياخد ادويه سكر عشان ما يحصلش نزول في السكر. او في شباب كمان كتير، شباب في سن الورد، وتسمع ان فلان ده عنده سكر وهو عنده حاجه 20 سنه او والله صحيح. دي نقطه، احنا في نوعين من السكر، تايب 1 وتايب 2. النوع التايب 1 ده بيجي في السن الصغير، تايب 2 اللي هو بيجي بعد الثلاثينات. لو الشخص عنده بدانه بيجي بدري، يعني عنده سمنه او زياده في الوزن، مهمل في اكله، عنده اضطراب في الهرمونات، ممكن يجي له سكر مبكر في الثلاثينات، بيجي سكر. على فكره ده يدعم الفكر اللي احنا مفتقدينه جدا في مصر، مش كلنا بس يعني غالبيتنا ما عندناش الوعي والفكر بتاع ان انت تروح تعمل تشيك اب على نفسك وعلى على جسمك كل لو فتره وتتوفى مثلا، غير لو مضطرين. الله ينور عليك. لما تتعب تروح تكشف. طب انا كل 6 شهور كل سنه اعمل تشيك اب كامل كده، اشوف دهوني عامله ايه، اشوف سكري عامل ايه. التشيك اب كامل بمعنى يعني اشعاعات ولا تحاليل بسيطه، صوره دم كامله، الحاجات العامه زي صوره دم كامله، نسبه الدهون في الدم عامله ايه، بنشوف وظائف الكلى، وظائف الكبد، الوظائف الحيويه بتاعه جسمك، نقص فيتامين د، كالسيوم، الحاجات الاساسيه دي. خلاص انت اطمنت على نفسك، خلاص كل 6 شهور كل سنه. ودايما بنقول حب نفسك، انت لو حبيت نفسك هتخاف عليها، هتخاف عليها انك هتهتم انك تعمل تحاليلك كل فتره عشان تطمن، لا انا كويس، لا في حاجه فيها قصور نبدا نظبطها. هي في ناس بتخاف تروح تعمل تحاليل، تقول لك انا مش عايزه كده، انا كده من الناس دي، اول مره بخاف جدا من مفاجات غير ساره. لا هي مش مفاجاه غير ساره، هي انك تلحق نفسك، الوقايه خير من العلاج، والحاجه في اولها غير في بعد كده. فدي نقطه مهمه لازم ناخد بالنا منها، ان احنا نحب نفسنا، واي حد بيحب نفسه هيهتم باكله كويس جدا، هيهتم بحركته، هيهتم انه يعمل تحاليله ويطمن عليها، لو فيها مشكله بيلحقها، هيهتم ايه الاكل ده فيه فيتامين ايه، والاكل ده فيه بروتين قد ايه. في ناس بتهتم بالحاجات دي جدا، وفي ناس لا بتاكل خلاص انا بره بجيب اي حاجه ومش مشكله. فدي نقطه مهمه، يعني حب نفسك هتخاف عليها، وكل الناس اللي فكرت كده وغيرت فكرها انها تبدا تحب نفسها بدات تتغير تماما، حتى لو مش بيعملوا جيم او بيعملوا دايت، هم بداوا يغيروا سلوكهم في الحياه، بدا ينظم نفسه، لا ده انا فطرت، لا انا ما فطرتش، لازم اخد بالي، اخد وجبه فطار، لا انا لازم اتعشى وجبه خفيفه، ما ينفعش اكل وانام الا بعدها بساعتين، ازود النهارده الحركه حتى لو انا بركب عربيه اسيبها وامشي شويه نص ساعه. الحاجات دي بتغير حياتك تماما. الاهتمام بالصحه اسلوب حياه دكتور، لازم خصوصا بالظبط، وخصوصا ان عدم الاهتمام بالصحه بيخلي الشخص يخش في خمول وكسل اكتر، بيخش في مشاكل صحيه بتخليه تعيقه عن الحركه والاهتمام بالنفس.
احنا الثقافه عندنا غريبه. يعني انا والله بشوف ناس صحابي مثلا كبار شويه، مش كبار شويه يعني 40 45، بيتكلموا خلاص بقى هناخد زماننا وزمن غيرنا. زمانك وزمن غيرك انت 45 ولا 40، ده صغير لسه مش كبير. وبتشوفي يعني بتشوفي ناس على العكس تماما، مش فاهمه ليه كده. في الخمسينات والستينات ما شاء الله يعني ما يبانش عليهم ان هم في السن ده. النقطه اللي بتتكلم فيها دي محور جدل دايم بيني وبينها. هو دايما عنده ان خلاص كده حياته بتنتهي، دي النهايه، دي النهايه. بعدين بلغت من العمر ارزله بتعامل مع هذا ال 40 خلاص بقى. ده بس هي بتتكلم صح جدا فعلا. وبرده النقطه بتاعت اللي حضرتك بتتكلم فيها، فكره ان الواحد لو حب نفسه هيهتم بنفسه فعلا، على بساطتها غايبه عن الاغلب. مش في شيخوخه مبكره. أيوة. دي بقى الشيخوخه المبكره اللي بتيجي في 30 وال 40 ونلاقي عنده سكر وضغط وقلب ومفاصل وما عادش بيتحرك. ليه؟ مع ان في ناس اكبر منك والحمد لله احسن. يبقى احنا لازم ناخد بالنا من نفسنا، زي ما احنا قلنا هي عربيه انت بتهتم بيها. أيوة. تديك اللي انت عايزه طول ما انت مهتم بيه.